إذا أهلا ثم وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام مشاهدي صوت العدالة مباشرة من زايدة ضواحي مدينة ميدلت. إذا شوفوا تبارك الله الشارع شحال عامر تزامنا مع موسم جني التفاح اللي كتعرفها المنطقة ديال ميدلت. إذا كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام على المباشر أجواء جميلة، أجواء رائعة جدا. إذا كيف جاتكم الأجواء مشاهدينا الكرام متابعي صوت العدالة؟ إذا دائما كنشارك معكم الأجواء كما هي، أجواء رائعة هنا بعاصمة التفاح مدينة ميدلت. احنا الان كنتواجدوا منطقة زايدة التابعة لميدلت. اذا جماعة زايدة التابعة لميدلت اللي كتعرف واحد الاكتظاظ ديال الناس في هذا الموسم ديال التفاح. اذا بغيناكم تشاركوا معنا الاجواء وتقولوا لنا كيف جاتكم ها الاجواء هنا من عاصمة التفاح مدينة ميدلت. إذا كما كتشوفوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام هذه هي الأجواء الرائعة، أجواء جميلة. بغينا نشارك معكم الأجواء، دائما كنشارك معكم الأجواء الرائعة، أجواء ليلية جميلة جدا تزامنا مع موسم التفاح. هذا اللي كتعرفوا المنطقة، إذا المنطقة ما كتعرفش الاكتظاظ بحال هكا إلا في موسم التفاح. الناس كتجي من جوج المدن المغربية أنهم باش يخدموا في التفاح. الناس اللي كيعرفوا المنطقة فهي كتمتز بجودة التفاح. إذا مشاهدينا الكرام قولوا لنا كيف جاتكم الأجواء، كل واحد من كيتابعنا من كيتابعوا معنا هذا البث المباشر كما كتعرفوا فالشارع الرئيسي للمدينه كيعرف اكتظاظ. اذا كاين هذا الشارع وكاين الاخر الثاني اللي كيدوز كيدوز الطريق الرشيدية مكناس وأيضا زاكورا ورزازات ومكناس كازا فاس. هذا الشارع الرئيسي وهذاك الشارع عاوتاني فوقاني هو هذا كيدير بومية خنيفرة. فميمكنش أنك ما تكون دزتي من هاد البلاصة هادي وما عرفتش هاد الشارع فين كيتواجد. متابعينا الكرام مشاهد صوت العدالة هنا من مركز زايدة إقليم ميدلت. إذا اللي كتعرف الأجواء الرائعة هنا من عاصمة التفاح. إذا قولوا لنا كيف جاتكم الأجواء متابعينا الكرام، مازال حتى واحد ما كتب لنا شي تعليق.
ونحن في انتظار أنكم تشاركوا معنا الأجواء من مدنكم مشاهدينا الكرام. من كتبع معنا هذا البث المباشر Yeah.